بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بخير يا رب احنا فين احنا على طريق الاوتوستراد وده كوبري مشاه التونسي هندخل بقى الشارع اللي انتم شايفينه ده الشارع ده موجود في اخر سور المجزر الالي يعني مجرد ما هتنزلوا اخر سور المجزر الالي هتلاقوا الشارع ده هتلاقوا فيه تكاتك على ناصيه الشارع ممكن تاخدوا توك توك يدخلكم لحد السوق جوه وممكن تتمشوها فين سوق التونسي موجود على طريق الاوتوستراد اخر سور المجزر الالي آه وبتكملوا بقى بتوك توك او بتكملوها ماشي لحد ما تدخلوا للسوق جوه بس احنا النهارده داخلين لسوق الجمعه هنشوف ايه اللي موجود عندنا في سوق الجمعه النهارده وان شاء الله هتشوفوا حاجات كتيره جدا هتعجبكم باذن الله حاجات دايما بتطلبوها وحاجات بتقولوا يا ترى موجوده ولا مش موجودة كملوا معايا الفيديو للاخر ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي مش مشترك في القناه يشترك واللي مش بيوصلوا اشعارات الفيديو بتاعتي الغوا الاشتراك فعلوا من اول وجديد عشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم اشعاره على طول بصوا كده بدايه معانا بقى في السوق مراوح طبعا عشان فصل الصيف هتلاقوا مراوح كتير تكييفات كتير كمان الموبيليا بصوا الكراسي دي كانت حلوه جدا افران ميكرويف تلفزيونات ترابيزات زي ما انتم شايفين كده تنفع سفره ومعاها الكراسي بتاعتها لو انت عندك مكان صغير ينفع تجيبي الترابيزات الصغيره دي ومعاها الكراسي بتاعتها كمان هتلاقوا مفروشات طبعا الموبيليا موجوده الاجهزه كمان موجوده العدد والمواتير مواتير الرفع ومواتير الميه كل الحاجات دي برضو بتبقى موجوده معدات مطاعم معدات فرش مكاتب كل الحاجات دي برضو موجوده سوق الجمعه بيبقى موجود من يوم الاربع لحد يوم الجمعه تمام الناس بتفرش من اول يوم الاربع يعني لو رحتوا الاربع هتلاقوا الفرش ده قدامكم لو رحتوا الخميس لو رحتوا الجمعه كل الحاجات دي موجوده في الثلاث ايام دول آه بعد كده طبعا بيلموا الفرش بتاعهم وخلاص كده السوق بيبقى خلص اما سوق الجمعه والمناول آه اما سوق التونسي والمناوله شغالين طول الاسبوع ما بيقفلوش آه من الصبح لحد المغرب آه في طبعا ناس بتكمل لحد الساعه 10 و11 بالليل بس يعني الغالبيه العظمى بتقفل المغرب احنا هنا عند سعيد سعيد كان عنده انتوا عارفين سعيد بيبيع مفروشات بتاع ده بطاطين الحفا مراتب مخدات ستاير سجاد ده الحاجات اللي هو متعود يبيعها اللي انتوا شايفينها قدامكم دي النهارده كان معاه بقى اتنين سفره مكاتب يعني كان دخل في موضوع الموبيليا كمان فهنشوف النهارده ايه اللي موجود عنده والاسعار بتاعتها كانت ايه بدايه كده معانا السفره السفره اللي انتم شايفينها دي دي ب 8000 جنيه النيش البوفيه ودي ترابيزه السفره ومعاها 8 كراسي وسعرها 8000 جنيه على فكره وسفره حلوه جدا سيبلكوا رقم سعيد عشان لو حابين تتواصلوا معايا في كمان معانا سفره تانية برضو هنشوفها آه برضو في سجاد يا جماعه السجاد هتلاقي ب 300 جنيه والمشايه ب 100 جنيه تمام آه ده بالنسبه برضو للمفروشات برضو هنشوفها وهنقول على اسعارها في عندنا السفرة اللي انتم شايفينها جوه دي برضو اعتقد ان هي تمن كراسي اهي الترابيزة ومعاها تل بوفيه و تلاتة بوفيه تقريبا يعني في قطعة صغيرة وفي واحدة كبيرة واللي هي فيها المراية دول تلات قطع مع الترابيزة ومعاها تمن كراسي بتمن تلاف جنيه برضو معانا كمان المراتب المرتبة بربعمية جنيه معانا المخدات المخدة بمية جنيه وكمان البطاطين ب 50 جنيه البطانيه دي كده الاسعار اللي عند سعيد في كمان المكتب اللي هنشوفه ده ب 600 جنيه عنده كمان مجموعه من الملل مقاسات مختلفه من اول الصغير للكبير 250 300 والكبير ب وعشرة دي كده مجموعة الحاجات اللي كانت موجودة عند سعيد لو في حاجة عجباكم طبعا بتتواصلوا معاه لو لسه موجودة طبعا بيورها لكم على فكرة الحاجات دي يا جماعة لو ما الجمعة دي بتنزل الجمعة اللي بعده وهكذا لحد ما بتتباع يعني مش شرط ان هي تبقى نزلت والسوق خلص يعني خلاص اتباعت لا ممكن تبقى لسه موجودة عند صاحبها هنكمل بقى ونشوف مع بعض بصوا برضو التكييفات الاجهزة يا جماعة برضو بتبقى موجودة كتير بيبقى في حاجات كتير شغالة في حاجات مش شغالة وطبعا صاحب الاجهزه بيقول لكم اذا كانت شغاله ولا مش شغاله، تلاقوا كمان في بصوا الكراسي الفرداني دي بتبقى حاجات حلوه جدا وحاجات لقط وتنفع جدا ان انت تاخديها تكملي بيها طقم عندك او تحطيها كده كطقم فرداني او ككراسي فردانيه كده مع بعض او تحطيها في اوضه النوم يعني بتنفع لاستخدامات كتير قوي. هنا برده لقينا اكتر من سفره يعني ما شاء الله السوق النهارده كان فيه سفر كتير قوي. بصوا هنا اكتر من سفره بس صاحب الفرشه دي ما كنتش لاقياه بصراحه عشان اعرف الاسعار عنده كانت ايه ده برضو نيش او بوفيه او يعني الحاجات اللي هي الموديلات القديمه بصوا معاها الكراسي والترابيزه هنا برضو دي سفره تانية كراسي بالترابيزه آه سراير المورال بتاعتها كان في ناس بتسالني يا ترى بيبقى في مولل فرضاني كده آه اول مره اشوفها عند سعيد بصراحه دايما بشوف آه السراير بتتباع بالملل بتاعتها القديم المستعملة الجديد ملوش ملل فهنا لقيت الملل دي مش يعني ملهاش سراير بتتباع كده فرضاني فالناس اللي كانت بتسأل اهي موجودة هنا بقى عند سعيد برضو بس ده سعيد في سيخة عنده الكراسي اللي انتم شايفينها دي كان بيبيع الكرسي بألفين جنيه <applause> سواء كان الارابيسك او العادي اللي بصوا الدكك دي والكراسي بتوع كافيه وبيقول لي دول بتوع كافيه حاجه كده يعني سعر الكنبه 3000 ونص سعر الكرسي 2000 جنيه والارابيسك كمان بيبيع برضو الكرسي ب 2000 جنيه في كمان التابلوهات اللي انتم شايفينها او البراويز اللي انتم شايفينها دي كان 200 جنيه طبعا هو هيطلع دلوقتي وهيقول لكم على الاسعار اللي موجودة عنده بس هو عنده ما شاء الله يعني مجموعة لا بأس بيها كمية كبيرة مش صغيرة ممكن تكون خلصت عنده على فكرة وممكن تكون لسه موجودة لان في ناس ساعات بتظهر كده بتشيل كل الشغل مرة واحدة لما بتكون حاجة عاجباها. وفي ناس ممكن تاخد قطعة الكراسي دي انا كنت بشوفها في كافيهات في الازهر كافيهات الحسين والازهر بشوف فيها الكراسي دي بتبقى محت... بتبقى مخصصه للكافيهات هناك يعني عشان المكان وكده فبتبقى دي اقرب حاجه ل... للمكان نفسه لجو المكان نفسه كان في كمان الكراسي اللي انتم شايفينها دي كان الكرسي ده ب 600 جنيه الاحمر ده ده كان ب 600 جنيه تعالوا بقى نشوف سعيد هيقول لكم ايه 3.5 دي ب3 ونص دي ب2000 يا اخي هي الكراسي دي ايه بالظبط او جايبها منين؟ إيه؟ في... علي بتاع صوتك شاي، بتاع كازينوات وبتاع كافيهات يعني اه ايوه برواز بكام؟ برواز مش كله في برواز ب 200 جنيه وبرواز ب 500 وبرواز يعني مش كله حاجه يعني. اه والترابيزه الازاز دي بكام تبعك؟ كام؟ ب 2000 اه والدولاب تمام كمان رقم تليفونه موجود عشان لو حابين تتواصلوا معايا في اي وقت يبقى سهل عليكم آه هنكمل بقى كمان برضو بصوا بقى كم الاجهزه اللي موجوده عندنا حتى كمان ثلاجات البيبسي والحاجات الساعة آه برضو موجوده بصوا مكان التصوير آه عايزين بقى آه عجل اسكوترات لعب الاطفال دي برضو موجودة بصوا هنا برضو كم الاجهزة الغسالات ما شاء الله كم كبير والتلاجات البوتاجازات غسالات الاطباق برضو بتلاقوها بصوا السخانات كمان الصغيرة كل الحاجات دي بصوا الطقم ده كمان حلو قوي يعني بتلاقوا كده حاجات لقط تنفعكم جدا الاجهزة بتبقى هما بيقولوا لكم اذا كانت شغاله ولا مش شغاله آآ بيبقى في برضو وصلات للكهرباء تقدروا تست... ت... توصلوها وتقدروا تجربوها في ناس بتنزل تاخد الحاجات دي يا جماعه حتى لو هي مش شغاله بتاخدها بتصلحها وتظبطها وتبيعها بصوا كمان الطقم ده يعني في ناس بتنزل مخصوص للاجهزه بتاخدها حتى لو هي بايظه تاخدها بسعر كويس جدا ناس بقى الشاطره في الفصال اللي بتعرف تفاصل وبتعرف تاخد الحاجات كده لقط بتاخد الحاجات دي ولو فيها مشكله بتروح تصلحها بتبقى بتتعامل مع ناس فنيين صيانه متخصصين وبيظبطوا لها الدنيا وبيخلوا لها الجهاز سواء كان تلاجة او غساله يرجعوه تاني زي الجديد وتبتدي تبيعه تاني وتعرضه وتكسب فيه حلو جدا يعني الموضوع ده في ناس بتنزل كتير قوي تشتغل في الموضوع ده وبالنسبه لها بيبقى مربح جدا ده شغلها وده رزقها منه كمان الاباجورات دي كان شكلها حلو جدا كانت عجبانى جدا برده ما كنتش لاقى حد اساله على سعرها زي ما قلت كمان لو انت حابب تفرش مكتب هتلاقي حاجات كتيرة قوي تنفع وهتشتغل بيها كويس جدا هنا برده مكان الخياطة هتلاقوا مكان خياطة بربعمية وفي 500 طبعا على حسب الحالة بتاعته لحد مثلا الف سعر مكان الخياطة لو بتشتغل ولو حالتها كويسة بصوا تلاقوا سعرها يوصل لالف جنيه ومش دايما موجودة يعني بالنسبه للسوق الجمعه مش دايما بتلاقوا مكان الخيط عشان بتسئل دايما عليه ممكن تخشوا سوق التونسي جوه ممكن تلاقوا حد يبقى عنده كميه جايه له مثلا من مصنع او حاجه فيبقى اوقات يعني مش دايما فموضوع مكان الخياطه مش دايما بنلاقيه بصوا دي كمان دي ممكن تكون حله كسكسي يعني شكلها كده يعني بس مش عارفه افصل الحلدين عن بعض تقريبا ما بتفصلوش هي كده بس ممكن تكون بتتملي من المصفى اللي فوق الحله اللي تحت تتملي ميه من المصفى اللي فوق بحيث ان هو يستوي على البخار بصوا كمان الالموتال ده خلوا بالكم من الالموتال اللي المستخدم ده بتبقى الخامه بتاعته ممتازه يمكن افضل كمان من الجديده فخلوا بالكم بصوا كمان مولل تاني اهو الناس اللي بتسالني على الملل ما شاء الله النهارده كنت لاقيه كتير جدا فانتوا حظكم انتوا بتنزلوا ده انتوا حظكم ممكن تكونوا عايزين حاجات معينه ما تلاقوهاش وممكن تنزلوا تلاقوا السوق مليان منها هندخل كمان الشارع الجانبي اللي هو ما بين مبنى سوق التونسي ومبنى سوق المناوله بيبقى في النص كده في شارع ما بينهم هندخله اهو الشارع اللي انتوا شايفينه ده الشارع ده بيبقى مليان ما شاء الله كل ما تتخيلوا بس بيبقى مميز قوي بالعدد والاجهزه بالعدد والمواتير كده احنا خلصنا جولتنا في سوق الجمعه يا رب تكون جوله النهارده عجبتكم ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو لو اول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناه كمان ما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وعلى التليجرام وكل اللينكات دي هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس اشوفكم في جوله جديده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته